كل شيء لك، يدك رجلك عيونك.
ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من بلل؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأتر، كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأتر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن أنا حجة له أو عليه، من الآن يعلن التوبة بينه وبين الله، ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجل أمه وتوبوا إلى الله. الله يغفر لنا يا شيخ. معلش